المرة اللي فاتت اتكلمنا في سبورت ديب اكسكافيشن اللي هي سند جوانب الحفر، واتكلمنا ان احنا خدنا حاجة اسمها كانتليفر وول. الكانتليفر وول دي كان عندها شوية مشاكل، ومنها ان انا ما اقدرش انفذها في عمق كبير. يعني لو ده سطح الارض ودي الحيطه كده بالمنظر ده وده قاع الحفر، بنقول ان لازم الحفر اللي انا حفرته ده العمق اللي اسمه اتش ما يزيدش عن 5 متر. ليه؟ لو زاد عن 5 متر هيحصل ايه؟ هيحصل ان الديفليكشن او الديفورميشن اللي هيحصل للحيطه اللي اسمه دلتا هيبقى كبير قوي، وبناء عليه هنجيب قيمه مومنت كبيره، وبناء عليه هيكون الحيطة دي قطاعها كبير. طيب ايه الحل اللي احنا فكرنا فيه؟ قلنا ان احنا بدل ما نعمل كانتليفر وول نثبت الحيطة دي في اكتر من نقطة او في نقطة. طيب لو ثبتنا الحيطة في نقطة واحدة هيبقى اسمها نوع تاني اسمه انكور وول. يبقى علشان نتفادى حتة ان المومنت يبقى كبير او ان الديفليكشن ده يكون كبير، هنعمل ايه؟ هنثبت الحيطة في نقطة واحدة. طيب الانكور وول ده ليه نوعين، في نوع اسمه انكور فري والنوع الثاني انكور فيكسد. الانكور فري ده بيسموه اسم تاني بيسموه فري ايرث سبورت، الانكور فيكسد بيسموه فيكسد ايرث سبورت. ده برضه عشان ايه؟ لو جالك الامتحان وقال لك مثلا ان انت عندك حيطه اسمها فري ايرث سبورت يبقى انت فاهم وبيكلمك على انكور فري، او فيكسد ايرث سبورت يبقى انت فاهم بيكلمك على انكور فيكسد. دي او دي الاستاتيكال سيستم بتاعهم عامل ازاي؟ في الانكور فري الاستاتيكال سيستم كان عندك بيم هنجد هنجد، في الانكور فيكسد كان عندك بيم فيكسد هنج. يبقى انكور فري عندك هنج وهنج، انكور فيكسد عندك فيكسيشن وعندك هنج، يبقى ده رقم واحد. طيب اتنين، الحركه اللي احنا عملناها او اللي احنا هناخده هنطبق بس في الانكور فري. فبنيجي نقول ايه؟ ده سطح الارض ودي الحيطه وده الدريدج لاين بتاعك. كويس، الحيطه دي تتحرك ولا لا؟ تتحرك. مين اللي حركها؟ اتفقنا ان في هنا اكتف زون والناحيه الثانيه عندك باسيف زون. الاكتف زون بيجيب لنا بريشر اسمه سيجما اكتف، والباسيف بيجيب بريشر تاني اسمه سيجما باسيف. طيب وبالتالي الاكتف بريشر ده هيعمل لك فورس اسمها اي اكتف، والباسيف ترد عليه بفورس تانية اسمها اي باسيف. اتفقنا ان النقطه بتاعت اخر الحيطه دي اسمها نقطه او، ودي البوينت اوف روتيشن. طيب المره دي هنقوم مزودين هنزود هنج هنا في الحته دي كده يمسك الحيطه دي ما يخليهاش تتحرك. طيب الهنج ده هيدينا رياكشن تاني اسمه اف. يبقى احنا كده مسكنا الحيطه في النقطه اللي اسمها نقطه A. طيب يبقى شكل الديفورميشن بتاع الحيطه هيبقى عامل ازاي؟ كده وبعد كده كده، ده شكل الديفورميشن بتاع الحيطه كانها هنجد هنجد بي. كويس كده. طيب نقطه O بتبقى موجوده على دبس اسمه ايه؟ زي المره اللي فاتت نقطه او موجوده على دبس اسمه دي. طيب عند دي، عند دي بنقول ايه؟ بنقول ان المومنت بتاعنا بزيرو، وايه كمان؟ ومفيش شير برضو بزيرو، والديفليكشن بتاعك بزيرو. ليه؟ علشان دي فعلا هنج، دي هنج صريحه جدا. فاحنا في المساله بتاعتنا هنسعى هنلف وندور كده حوالين نفسنا شويه علشان نعرف نطلع قيمه الدي، نعرف نطلع هي فين البوينت اوف روتيشن. كويس، وبعد ما نجيب الدي
نروح نجيب التي اللي هتتنفس في الموقع اللي هي هتبقى 1.2 في الدي. بالك من حاجه المره اللي فاتت كنا بنقول 1.2 في 1.2 في دي، هنا لا، هنا هنقول 1.2 بس اللي هي بتاعت السيفتي. طب اشمعنى هناك بتضرب 1.2 1.2؟ لان 1.2 الاولانيه بتاعت السيفتي، 1.2 الثانيه بتاعت الفيكسيشن. هنا احنا ما عندناش فيكسيشن، انت عندك هنج على طول، فهنضرب بس في ال 1.2 بتوع السيفتي. طيب الحل اللي احنا هنعمله ده مش حل تقريبي ولا حاجه، ده حل اكزاكت. هناك في الكانتريفر كنت بتعمل حل تقريبي، فكنت بتفترض ان نقطه او هي بوينت اوف روتيشن، هنا لا، هنا بوينت او فعلا هي بوينت اوف روتيشن، لان ده الهنج اللي هتلف حواليه الحيطه. طيب تعال اقول لك كمان ايه شكل الديفليكشن وايه شكل البند مومنت والشير. بند مومنت دياجرام والشير فورس دياجرام في الحيطه الانكور فري. ده الانكور بتاعك. كويس. شكل البند مومنت دياجرام هيكون عامل ازاي؟ هيكون طالع كده لحد هنا كده، وبعدين ينزل بالمنظر ده ويقفل تحت بزيرو عند نقطة او، ده اللي انت متعود عليه. طيب البند مومنت دياجرام ده معادلة من الدرجة الكام؟ معادلة من الدرجة الثالثة. طيب الشير فورس دياجرام انزوم شكله عامل ازاي؟ ده الشير فورس دياجرام اهو كده، وبعدين يطلع وبعدين ينزل تاني كده. المنظر ده، ده الشير فورس دياجرام. الشير فورس دياجرام دي معادلة من الدرجة التانية. وتلاحظ حاجة، إن هنا في نقطة اسمها بوينت أوف زيرو شير. البوينت أوف زيرو شير دي بيقابلها إيه؟ بيقابلها ماكسيمم مومنت. كويس؟ طيب كلام جميل جدا. زمان في الكانتليفر كان الماكسيمم مومنت ده بيكون عند الزيرو شير اللي هي بتطلع تحت الدريدج لاين، يبقى ده اسمه دريدج لاين. هناك في الكانتليفر كان البوينت زيرو شير بتيجي هنا، فالماكسيمم مومنت بيجي هنا. هنا لا، ممكن يطلع لك الزيرو شير فوق او تحت. ايه اللي خلاه يطلع فوق او تحت؟ لان في قوه هنا عند الانكور اللي اسمه ايه؟ اسم القوه دي اسمها اف اي، رد فعل الانكور. كويس؟ القوه دي هي اللي ممكن تسحب عندها الزيرو شير فوق، او لو كانت صغيره شويه تخلي لك الزيرو شير بتاعك تحت. طيب ده كلام جميل جدا. حلو، خليني اقول لك ازاي نجيب بوينت اوف زيرو شير لو كانت فوق او كانت تحت. كويس، عندنا حالتين. ممكن يكون ده سطح الارض عندك اهو، ودي الحيطه كده، وده الدريدج لاين. كويس، وهنفترض مع بعض كده ان البوينت اوف زيرو شير موجوده فوق. وانا رايح احل، برسم مين الاول؟ برسم الافكتيف او برسم الاكتيف اير سبريشر اهو لحد هنا. وبعدين وده الفورس في الانكور اف اي. كويس، فهنيجي نقول ايه؟ هنعمل سميشن لكل الفورس الافقيه تساوي زيرو. لما نعمل السمشن لكل الفرص الافقيه اللي بتساوي زيرو دي، هيطلع لك معادله من الدرجه الثانيه فانكشن في حاجه اسمها زد. طيب مين الزد دي؟ الزد بعد نقطه الزيرو شير من نقطه معلومه. يعني ايه؟ تخيل كده معايا، لو انا كنت حاطط لك هنا سطح ميه جوفيه، ده الجراوند ووتر تيبل. كويس، وجيت قلت ايه؟ انا هفرض ان نقطه الزيرو شير موجوده على عمق اسمه زد من الجراوند ووتر تيبل. كويس، يبقى كل الفورسز اللي هنا اللي فوق الزد دي كلها، كلهم بقوا فانكشن في الزد. يعني اي 1 فانكشن في الزد، والفورس الثاني اي 2، والفورس الثالثه اللي اسمها اي ووتر، كلهم فانكشن في الزد. طيب
واروح اجيب مين؟ واروح اجيب قيمة الزد. طب بس انت برضو ما قلتليش، انا هعرف اصلا هو انا فوق ولا تحت ازاي؟ هتعمل تشيك اني سمشن كل الفورس الاكتف والووتر بريشر لو كانت اكبر من الاف اي يبقى البوينت اوف زيرو شيل بتاعتك فوق الدريدج لاين. يبقى لو كل الفورس الافقيه الاكتف والووتر من ناحيتين اكبر من اي يبقى انت البوينت اوف زيرو شير above the ridge line. طيب لكن لو كان السمشن بتاع الاكتف فورس والووتر بريشر اقل من الاف اي، اقل من الرياكشن ده، يبقى البوينت اوف زيرو شير مالها تحت الدريدج لاين. طيب ليه لما يكون السمشن بتاع الاكتف فورس والووتر بريشر اكبر يبقى الفورس بتاعتنا او الزيرو شير بتاعنا فوق الدريدج لاين؟ يعني انت بتيجي تقول لو ده الدريدج لاين اهو لحد هنا كده كويس، الفورسز دي كلها الاي واحد والاي اتنين والاي ووتر اكبر من الاف اي، يبقى انت عايز تقللهم شويه علشان يساوي الاف اي. طيب ليه يساوي؟ لان ده زيرو شير، فالمفروض اللي طالع قد اللي نازل. طيب اصلا انا لحد الدريدج لاين الاكتف اي واحد واي اتنين واي ووتر اكبر من الاف اي، يبقى انا محتاج اقللهم. اقللهم يعني الزيرو شير هتطلع فوق الدريدج لاين، صح كده؟ طيب لكن لو انت جمعتهم كلهم اي واحد واي اتنين واي ووتر، يعني عملت سمشن للاكتف والووتر لقيتهم اقل من الاف اي، يبقى ده معناه ان انت محتاج تكترهم شويه، يعني محتاج تنزل تحت الدريدج لاين وتروح للحاله الثانيه اللي فيها البوينت اوف زيرو شير تحت الدريدج لاين زي كده. ادي الحيطه بتاعتك وده الدريدج لاين اهو، ومثلا هنا في نفس الميه اهي ونفس الانكور موجود هنا كويس، وجينا رسمنا البريشر بتاعنا طلع لك حاجه بالمنظر ده كده من الناحيه دي، ومن الناحيه الثانيه عندك الباسيف كويس، وهنا الفورس اللي اسمها اف اي كويس جدا. عملت ايه؟ رحت حسبت الايهات اي واحد وبعدين جبت اتنين وجبنا اي تلاته وبعدين اي اربعه واي خمسه، ومش بس كده كمان ده احنا جبنا كمان شويه الميه دول عملوا بريشر، البريشر عمل فورسز اسمها اي ووتر 1 واي ووتر 2، ومين كمان عندك؟ عندك كمان الباسيف اي 6. كويس انا جيت عملت سميشن لكل الاكتيف اللي فوق الدريدج لاين، لكل الاكتيف اللي فوق الدريدج لاين كل دول وبقارنهم مع الاف اي لقيتهم اقل. اقل يبقى انا محتاج اخد حته من تحت مين؟ من تحت الدريدج لاين. فقلت خلاص يبقى انا كده اتاكدت ان نقطه زد او العمق زد ده هيكون تحت الدريدج لاين كده بالمنظر ده كويس. يبقى هروح اعمل سمشن اف اكس بيساوي زيرو، وبالتالي هجيب معادله برضو من الدرجه الثانيه، فانكشن في مين؟ فانكشن في الزد وتساوي زيرو، واطلع الزد بكام. كويس يبقى الحته دي ارخم حته في المساله اللي انت عايز تعرف فيها زيرو شير موجود فوق ولا تحت. طب اعرفه ازاي؟ هعمل تشيك سمشن الاف الاكتف فورس والووتر بريشر اللي فوق فوق الدريدج لاين، اجمع كل الفورس الاكتف والووتر بريشر اللي فوق الدريدج لاين وقارنها مع الاف اي. لو طلعوا اكبر من الاف اي يبقى انت محتاج تقللهم، يبقى نقطه الزيرو شير فوق، لكن لو طلعوا اقل يبقى انت محتاج تزودهم شويه علشان يعادلوا الفورسز اللي طالعه اللي هم الاف اي والباسيف، يبقى انت محتاج تنزل تحت شويه علشان يساووا بعض فيبقوا بزيرو ويطلع لك الزيرو شير هنا او هنا. طيب ده كلام جميل جدا. ناخد اكزامبل كده على الانكور فري، ادي حيطه بالمنظر ده كده كويس، السويل بتاعتك هنا ساند ليه جوه مدراي كانت ب 18 كيلو نيوتن على متر مكعب، وليه جوه ساتوريتد كان ب 20 كيلو نيوتن على المتر المكعب، وعنده فاي ب 30 درجه
كويس. هنا في منسوب المياه الجوفية بتاعك، ده الجراوند ووتر تيبل، وبعدين تحتيه بشوية كده ده في طبقة سيلتي ساند. سيلتي ساند عندها جامعة ساتوريتد كانت ب19 كيلو نيوتن على متر مكعب، وعندها سي ب10 كيلو باسكال، وعندها فاي ب20 درجة. حلو الكلام ده ناحية الأكتف. ناحية الباسف بقى فيه ايه؟ ناحية الباسف هنا كده في مية كويس، وتحتيها بشوية كده في السيلتي ساند، يعني ده رمل وتحت المية ده في رمل، بقى كده هنا في سيلتي ساند، وده معدي بقى هنا سيلتي ساند برضو، وهنا بس مية، دي هنسميها سي ليفل مثلا. كويس، الراجل عايز يعرف منك ايه؟ عايز يعرف منك هي قيمة التيب كام، ادي حاجة، وعايز كمان يعرف الماكسيمم مومنت بكام، وعايز يعمل سيلكشن للشيت باي وول ده زي المرة اللي فاتت. عايزين نطلع قيمة التي، نطلع المومنت، ونطلع قطاع الحيطة ده بكام. طب انت عشان تعرف تحل المسألة دي فانت محتاج ابعاد. العمق اللي تحت الدريدج لاين احنا مش عارفينه فهنسميه دي. المسافة دي كده 1.5، وبعدين هنا برضو 1.5، وبعدين هنا في انكر، وإلا مش تبقى مسألة، لحد الانكر المسافة دي برضو 1.5، وفوق خالص 1.5. الانكر ده نقطة اسمها ايه؟ في فورس اسمها اف ايه، دي احنا مش عارفينها، يبقى الفورس في الانكر مش عارفينها، ولا عارفين الدي بكام. هنبدأ المسألة ازاي؟ هنبدأ المسألة ان احنا نختار نقط على الحيطة نحسب عندها الاكتف والباسيف ايرث بريشر زي المرة اللي فاتت بالظبط. يبقى كده هعمل لك خطوة تانية، صفحة 6. الخطوة الأولى ان انت تختار نقط تحسب عندها سيجما اكتف وسيجما باسيف. طيب النقط اللي انا هختارها، هختارها فين؟ نقطة على سطح الأرض، ودي نقطة 1، ونقطة على سطح المية الجوفية 2، ونقطتين على السطح الفاصل بين الطبقات، يبقى أسميها نقطة 3 فوق السطح ونقطة 3 داش تحتيه. وبعدين شايف الدريدج لاين ده؟ همده على استقامته كده وأجيب نقطة ناحية الأكتف. شايف الدريدج لاين أهو؟ همده وأجيب نقطة تحت الأكتف. طيب إشمعنى أنت المرة اللي فاتت ما كنتش بتعمل كده؟ لأن المرة اللي فاتت كان الدريدج لاين ده كان موجود هنا، فكنت باخد نقطة 3 و 3 داش، فكنت تقريبا كنت باخدهم، يعني المرة اللي فاتت كان الدريدج لاين هنا، فكنت بحط نقطة هنا فوق وتحت، فما كنتش انت بتحس بالموضوع ده، لكن المرة دي الدريدج لاين فرق عن السطح الفاصل بتاع الطبقات، فلازم ناخد نقطة في امتداد الدريدج لاين ناحية الاكتف، دي نقطة 4. كويس، وبعدين في اخر الحيطة خالص نقطة 5. يبقى النقط سطح الارض، سطح المية، نقطتين على سطح الفاصل بين الطبقات. والله لو الدريدج لاين موجود في نفس امتداد الحد الفاصل بتاع طبقات التربة خلاص ما تاخدش نقطة زيادة، لكن لو مش موجود زي الحالة بتاعتنا، يعني الدريدج لاين موجود في حتة والسطح الفاصل موجود في حتة، هاخد نقطة في امتداد الدريدج لاين ناحية الاكتف اسمها نقطة 4، ونقطة 5 اللي في اخر الحيطة خالص. ده الكلام ده ناحية الاكتف. ناحية الباسيف هنعمل ايه؟ هنيجي ناخد نقطة على سطح الارض كويس اسمها نقطة 6، ونقطة في الاخر خالص اسمها 7. بس تيجي تقول لي طيب هو ده ما خدتش عليه ليه؟ لان ده سطح المية ما باخدش عليه نقط. ده ازاي انت هنا خدت عليه نقط؟ ايوه عشان ده جراوند ووتر تيبل اخد عليه نقطة، لكن ده اسمه سي ليفل. يعني ايه؟ يعني الحتة دي كده الجزء ده فيه مية بس، لكن الجزء ده فيه مية وصيل، هنا يتاخد نقطة هنا ما يتاخدش. طيب كلام جميل جدا. يبقى اول خطوة عملناها رحنا حسبنا او جبنا نقط نحسب عندها الاكتف والباسيف. طيب الخطوه الثانيه اللي احنا هنعملها، احسب لنا الكي اكتف واحسب لنا الكي باسيف. طيب نرجع كده، نقطه 1 تحسب اكتف ولا باسيف؟ لا تتحسب اكتف. مين قال لك؟ لانها موجوده ناحيه الاكتف وقدامها ما فيش صيد. نقطه 2 تتحسب اكتف ولا باسيف؟ تتحسب برضو اكتف لانه هي في الاكتف وقدامها ما فيش صيد. طب نقطه 3 احسب لها اكتف
ونقطة 3 داش اكتف، و4 اكتف، و5 اكتف، يبقى من 1 ل 5 كل النقط دي اكتف. طيب نقطة 1 و2 و3 موجودين في سويل اسمها ايه؟ موجودين في سويل اسمها سند رمل، يبقى هنستخدم الفايب بتاعته اللي هي ال30. يبقى اروح كده هاجي اقول بالنسبة لطبقة الرمل ساند لاير، طبقة الرمل دي هحسب لها كي اكتف بس، اللي هم موجودين عند نقط كام؟ عند نقطة 1 و2 و3. طب كي اكتف بتتحسب ازاي؟ 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. طب والفاي بتاعت الرمل كانت بكام؟ اهو جيفن الفاي قايل لك عليها ب30. طيب اقوم راجع حاسب 1 ناقص ساين 30 على 1 زائد ساين 30، الكلام ده يطلع بكام؟ يطلع لك بتلت. كويس كده احنا خلصنا طبقة الرمل. طبقة الرمل من 1 ل 3 اتحسب لها اكتف، لكن الناحية التانية مفيش، ده هوا مش هحسب لها حاجة. طب نقطة 3 داش موجودة في انهي طبقة؟ في السلت سند. ازاي؟ ما هي نفس الليفل. ايوه ما احنا واخدين نقطة فوق في الرمل ونقطة تحت في السلت سند. طيب ونقطة 4 موجودة في السلت سند و5 موجودة في السلت سند. طيب النقط دي او السلت سند ده عايز تحسب له اكتف بس ولا باسف كمان؟ لا هحسب له اكتف واحسب له باسف، لان السلت سند ممتد معايا اهو، الحتة دي في الاكتف والجزء ده في الباسف. فهاجي اروح اقول بالنسبة للسلتي سند لير، نقوم جايين كده قايلين هحسب مرة كي اكتف 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. طب بالنسبة للسلت سند هجيب الفاي بتاعته منين؟ هو مديها لك جيفن اهي ب20، يبقى تروح معوض ب20 درجة و20 درجة، يطلع لك بكام؟ يطلع لك 0.49. طيب ده الاكتف بتاعه، بس الاكتف ده لنقط كام وكام؟ لنقطة 3 داش و4 و5. طيب ليهم باسف؟ اه ليهم باسف، من كام لكام؟ نقطة 6 و7 هم الباسف. طيب موجودين في السلت سند؟ اه موجودين في السلت سند، يبقى الكي باسف بتاعهم بيساوي 1 على كي اكتف اللي هو بيساوي 1 على 0.49، يطلع لك 2.04. دول من كام لكام؟ نقطة 6 و7. كويس يبقى دي الخطوة التانية. طيب وبعدين؟ وبعدين نروح نعمل جدول، يبقى الخطوة التالتة خطوة الجدول. تلاتة تيبل، التيبل ده هيكون موجود في ايه؟ هيكون موجود في النقط اللي احنا حسبنا عندها بالمنظر ده. هنا في البوينت انت واخد كام نقطة؟ ارجع واخدين 1 2 3 3 داش 4 5 6 7، واخدين 8 نقط، نرصهم 1 و2 و3 و3 داش و4 و5 و6 و7. طيب مين في النقط دي اكتف ومين فيهم باسف؟ النقط من 1 لحد 5 موجودين في الاكتف. افصل الجدول بالمنظر ده. كويس جميل جدا. بعدين الخانة التانية هنحط فيها الافكتيف ستريس، السيجما داش او سيجما فيرتيكال داش، اللي هي كانت بتساوي سميشن جاما افكتيف في الاتش. كويس الخانة اللي بعديها كنا بنحط فيها قيمة السي، وبعدين بنحط قيمة الكي اكتيف، وبعدين بنحط قيمة الكي باسيف اللي انت حسبتها، وبعدين نحط قيمة السيجما اكتيف، واخر واحدة نحط قيمة السيجما باسيف. افكرك بالسيجما اكتيف كان اسمها ايه؟ كان اسمها كي اكتيف في سيجما فيرتيكال داش ناقص 2 سي جذر كي اكتيف، والسيجما باسيف كان اسمها ايه؟ كي باسيف في سيجما فيرتيكال داش بلس 2 سي جذر كي باسيف. طيب اتفقنا ان احنا لو ملينا الجدول ده مظبوط يبقى المساله بتاعتي عدت ما فيهاش مشكله. طيب هنظبطها ازاي القصه دي؟ هنيجي كده الاول نحط صفار في الخانات اللي احنا مش بنستخدمها. يعني ايه؟ يعني نقطة 6 و7 دول موجودين في الباسيف؟ اه يبقى مالهمش اكتف، يبقى هنا عند الكي اكتف هنحط سي، هنحط زيرو، هنقفل الخانة دي. طب مالهمش اكتف يبقى مالهمش سيجما اكتف بالمنظر ده. وبعدين نقطة من 1 ل 5 كويس موجودين في الاكتف ولا الباسيف؟ موجودين في الاكتف، يبقى اقفل لهم الباسيف بتاعهم علشان وانت بتحل ما تغلطش غصب عنك وتحط قيمة هنا. طيب ليهم باسيف؟ لا مالهمش، يبقى اقفل القيم دي بالمنظر ده.
كده الجدول هيتملي بقى بسهولة. فهنيجي نقول ايه؟ نقطة واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة موجودين في طبقة الرمل ولا في سيلة سند؟ لا، موجودين في طبقة الرمل. مين قال لك؟ هو ادي السند اهو ممتد لحد فين؟ ممتد من سطح الارض لحد السطح الفاصل هنا. طب هتقول لي المايه دي تحتها ايه؟ هقول لك المايه دي تحتها رمل بس مشبع مليان مايه في الحته دي. يبقى واحد واثنين وثلاثه موجودين في طبقه الرمل. هل الرمل ليه سي؟ لا، المفروض انت عارف ان الرمل ده كوهيجن ليه سويل مالوش سي. طب ما اعرفش، بص على الجيفن، الراجل مش مديك سي اهو، يبقى السي بتاعتك بزيرو. يبقى تيجي تروح عند نقط واحد واثنين وثلاثه تحط لهم زيرو في السي. كده. طيب نقطة 3 داش و4 و5 موجودين فين؟ موجودين في السلت سند. سلت سند المفروض يبقى ليه سي، مديك سي؟ اه، قايل لك السي اهي ب 10 كيلو باسكال. يبقى تروح عند 3 داش و4 و5 تحط لهم 10، دي 10 و10 و10. طيب نقطة 6 و7، نقطة 6 و7 برضه موجودين في السلت سند. ايوه، ليهم سي ولا مالهمش؟ ليهم برضه سي ب 10، يبقى 6 و7 نحط لهم 10. كلام جميل جدا. وبعدين بعد ما دخلت في الخطوه دي ان انت حطيت العمود بتاع السي، حط عمود الكيهات. طيب نرجع للكي، وتيجي تقول الكي اكتف انا كنت حاسبها لنقطه 1 و2 و3 بتلت، يبقى تيجي عند نقطه 1 و2 و3 تحط لهم تلت. طيب نقطة 3 داش و4 و5 كنت حاسب الاكتف بتاعهم 0.49، يبقى 4 و5 و3 داش 0.49 و0.49 0.49 اهو. وبعدين بعد كده مفيش اكتف، احنا قفلناه من الاول. طب الباسيف عند نقطة 6 و7 كان بكام؟ كان 2.04، يبقى 2.04 2.04. كويس كده، انت مليت الجدول بتاعك بالجيفن اللي احنا مديناه لك. فاضل لك ايه بقى؟ تحسب لنا شويه ستريسز بسيطه قوي. طيب هنيجي نبص عند نقطه واحد، الافكتيف ستريس عند نقطه واحد بكام؟ في وقع حاجه؟ لا مفيش وقع حاجه، ولا ميه ولا سويل؟ لا مفيش. يبقى نقطه واحد معلهاش افكتيف ستريس بزيرو. طيب نقطه واحد معلهاش افكتيف ستريس، فلما نيجي نقول سيجما اكتيف تيجي تقول كي اكتيف في سيجما فيرتيكال داش بزيرو. كويس، ناقص 2 سي، في سي؟ لا مفيش، يبقى زيرو كلها. امشي على القانون كله عشان ساعات بتلاقي له قيمه. طيب نقطه 2، ادي نقطه 2، نقطه 2 موجوده على عمق اسمه متر ونص ومتر ونص، موجوده على عمق 3 متر من سطح الارض، يبقى اسمها في عمق اهو اسمه 3. طيب في الجمر السويل دراي ولا ساتوريتد دراي؟ يبقى تضرب في كام؟ اضرب في 18، يبقى 3 في 18 يطلع لنا كام؟ يطلع لنا 54. 54 ايه اليونت بتاعته؟ كيلو نيوتن على المتر سكوير، برضه عشان تاخد بالك. طيب جبنا السيجما فيرتيكال داش، ناخد السيجما فيرتيكال داش نضربها في الكي اكتف، يبقى اضرب 54 في تولت، ناقص 2 سي، السي بزيرو، خلاص يبقى مفيش ناقص حاجه. يبقى هنا نطلع كام؟ نطلع 18. كويس. طب نقطه 3، لا نقطه 3 عندها مشكله. ليه؟ لان نقطه 3 مغموره تحت الميه، على عمق قد ايه؟ على عمق متر ونص. طيب يبقى نقطه 3 عليها افكتيف ستريس بيساوي اللي عند 2 زائد الزياده بتاعه 3. طب اللي عند 2 احنا حسبناه، هزود قد ايه؟ هزود متر ونص في الجامه بتاعتك، بس انت تحت الميه، يبقى هقول متر ونص في 20 ناقص 10. طب هنقول كده، هاخد اللي موجود عند 2 اللي هو 54 زائد متر ونص في 20 ناقص 10 اللي هي 10، فيطلع لي في الاخر ان انا عندي 69. طيب ال 69 دول هنضربهم في تلت ونقول ناقص 2 سي بزيرو، يطلع لك كام الموضوع ده؟ يطلع لك ب 23. طيب نقطه 3 حسبتها، طب 3 داش بكام؟ ما هو 3 3 و 3 داش الاثنين على نفس الليفل، يبقى على نفس المنسوب، يبقى ليهم نفس الاستريس، يبقى عند 3 داش عندها 69. طيب بما انهم على نفس الليفل وعندهم نفس الاستريس خدتهم ليه؟ خدتهم لان الكيهات عندهم مختلفه، واحد في السند وواحد في السلت سند، فالكيهات اختلفت. يبقى هنا هنيجي نقول 69 في الكي اكتف صح؟ ناقص 2 سي، ايه ده؟ تطلع له سي كمان، تطلع له سي ب 10. كويس؟ فيطلع لك النتيجه كلها في الاخر ب 19.81. طيب نقطه 4 نفس الكلام، هنيجي نقول ايه عند نقطه 4؟
نقطة أربعة بتساوي اللي موجود عند تلاتة داش زائد متر ونص في 19 ناقص 10. كده أقول يبقى 69 دي أحطها هنا زائد متر ونص مضروبة في 19 ناقص 10 يعني في 9، فيطلع لك بكام؟ ب 82 ونص. طب 82 ونص يتضرب في الكي أكتف 0.49 ناقص 2 سي ناقص 2 في 10 جذر الكي أكتف جذر 0.49، فيطلع لك عند نقطة 4 رقم كده اسمه 26.4. حلو قوي الكلام ده. كل اللي انت جبته ده دي ارقام ابسوليوت، يعني ليها رقم مش فانكشن في حد. طيب لو جيت بقى بصيت عند نقطة 5 تلاقي ايه؟ تلاقي نقطة 5 لو انت عايز تحسب الاسترس، هو الاسترس عند 4 زائد دي في 19 ناقص 10، يبقى من هنا جالنا الدي اهو. فهنقول ايه؟ هناخد اللي موجود عند 4 اللي اسمه 82 ونص زائد دي تعرفها لو كنت عرفتها ما بقاش في مسألة، في الجامة بتاعتك، الجامة دي ب19 وانت تحت المية، يبقى ناخد في كام؟ نضرب في 9 بس. بعدين ناخد الرقم ده 82.5 زائد 9 دي في الكي اكتف 0.49 ناقص 2 سي ناقص 2 في 10 جذر 0.49، فيطلع لك في الاخر رقم كده اسمه 26.4 اللي هو ده زائد 4.41 دي. يبقى نعلم عليه ده عشان ده اللي طلع في الدي اهو. وبعدين ندخل بقى على الناس بتوع البسف، نقطة 6 عليها حاجة من فوق، عليها مية، واحنا قلنا ان الايفكت بتاع المية بزيرو، يبقى نقطة 6 ما عليهاش ست بستريس، اوعى تحط عند 6 ستريس. كويس. وبعدين ناخد الزيرو نضربه في الكباسف، يطلع لك بكام بقى الباسف كله؟ يطلع بزيرو؟ غلط. ليه غلط؟ لان انت بتقول كي باسف سيجما فيرتيكال داش زائد 2 سي جذر الكي باسف، يبقى هتيجي تقول زيرو في الكي باسف ادي راحت بزيرو بلس 2 في 10 جذر 2.04، فيطلع لك هنا 28.6. يبقى طلع لها قيمه مش ما طلعلهاش. طيب وبعدين، طب عند نقطه 7، ادي 7 عند نقطة 7 الإفكتيف ستريس بتاعها زيرو زائد اللي أنت نزلته، أنا نزلت دي حلو في قد إيه؟ في الجامعة بكام؟ في الجامعة بتاعتك 19 ناقص 10 ب9، يبقى زيرو زائد 9 دي. كويس؟ يبقى ما بقالكش حاجة بس غير 9 دي تضربها لنا في الكي باسيف زائد 2 سي جذر الكي باسيف، فيطلع لك 28.6 زائد 18.4 دي. حلو قوي. يبقى ده كمان طلع في دي اهو. يبقى دي الخطوه رقم 3. كويس جدا. الخطوه الرابعه بقى هتعمل ايه؟ الخطوه الرابعه بعد ما خلصت الجدول وقفلته، تمسك القيم دي وتروح ترسمها درو سيجما اكتف وسيجما باسيف. على مين؟ على الرسمه اللي انت رسمتها. طيب انا رسمتها طلعت لي بالمنظر ده، كل القيم اللي انا طلعتها من الجدول حطيتها هنا، يعني نقطة 1 ما كانش عليها اكتف، نقطة 2 كان عليها 18. بجيب الكلام ده منين؟ بجيبه من الجدول. ادي 1 بزيرو، 2 ب 18، نقطة 3 ب 23، ادي 23 اهو، نقطة 3 داش جايبة 19.8، ادي 19.8، رجعت لورا. وبعدين نقطة 4 ب 26.4 اهي، ونقطة 5 26.4 زائد 4.41 دي، ادي 5 اهي. طب نقطة 6 28.6، ونقطة 7 28.6 زائد 18.4 دي. يبقى اللي انت عملته هتروح ترسم القيم اللي انت جبتها دي كلها، الاكتف والباسف. ومش بس كده، ما تنساش مين كمان؟ ما تنساش ضغط المية، المثلث بتاع ضغط المية. وقلنا احنا بنرسمه جزء مثلث وجزء مستطيل. لحد فين المستطيل ده بيبدأ؟ لحد المية التانية. يعني انت دلوقتي عندك مية هنا والميه الثانيه هنا، يبقى ارتفاع الميه ده لو بصيت هتلاقيه متر ونص، يبقى متر ونص في 10، انا كنت كاتب 15. وبعدين مشيت خط مستقيم على طول لتحت، فعملت مستطيل. ليه؟ لان يعني احنا قلنا ان احنا كان ممكن نرسم مثلث كبير هنا ومثلث كبير الناحيه الثانيه ونطرحهم من بعض، فاحنا مش هنعمل كده، احنا هنشوف ميتنا فين ناحيه الاكتف والميه الثانيه ناحيه الباسيف فين. كويس؟ ونطرح الاثنين من بعض. فنيجي نقول هنا بزيرو عند النقطة دي مفيش مية،
كويس، وبعد كده الميه التانيه اللي ناحيه البسف موجوده على عمق متر ونص من الميه الاولانيه، يبقى انت هنا واقف هتقول متر ونص في 10 يطلع لك 15، ادي المثلث بتاعك. طب وبعدين مش كل ده ميه؟ اه، يعني من اول هنا لحد تحت ميه، ومن اول هنا لحد تحت ميه، والميتين قد بعض، يبقى المثلث ده يقلب يبقى مستطيل ثابت قيمته 15. طيب يبقى دي الخطوه الرابعه اللي انت هترسم فيها الاكتيف والباسيف، لا كمان والووتر بريشر. كويس، الخطوه الخامسه هتعمل ايه؟ الخطوه الخامسه هتروح تحسب الاكتيف فورس والباسيف فورس ومين كمان والووتر بريشر فورس. طيب بنعمل ازاي الخطوه دي؟ بنروح على كل رسمه احنا رسمناها نحسب لها المساحه، ده 8. يعني ايه؟ يعني كل مثلث انت حطيته او كل ستريس انت عملته تروح تجيب المساحه بتاعته. يعني هنا في مثلث اهو، يبقى في هنا قيمه اسمها اي واحد، وبعدين هنا مش هعرف اجيب مساحته، قسمت مستطيل ومثلث جبت اي 2 وجبت اي 3، وبعدين البتاع الكبير ده قسمته هنا مستطيل صغير اي 4 ومثلث اي 5 وهنا اي 6 واي 7. طب الناحيه الثانيه الترابيزويد ده قسمته جبت اي 8 واي 9. كويس، ده كده اللي جاي من الصغير. طب اللي جاي من الميه المثلث ده جبت اي ووتر 1، وهنا لحد الدريدج لاين في الحته دي كده جبت اي ووتر 2. طيب معلش انا مش فاهم، وضح لي شويه. حاضر، بص كده ادي الميه بتاعتك اهي، المنظر كده، المسافه دي متر ونص، فانا قلت يبقى متر ونص في 10 يطلع لك 15، وهنا 15. كويس، لحد الدريدج لاين ده، لحد الدريدج لاين في الحته دي كده كل القيم اللي فوق انت عارفها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو عايز تجيب اي ووتر 1 فانت تقدر تقول انها بتساوي نص في 15 في 1.5 مساحه المثلث. طيب هنا اي ووتر 2 تقدر تجيبها ازاي؟ هتقول انها بتساوي متر ونص في 15. طيب اي ووتر 3 هتجيبها ازاي؟ هتيجي تقول متر ونص، لا مفيش متر ونص، ده انت عندك دي، يبقى هتيجي تقول دي في 15. علشان كده انا بحسب برضو الفورسز لحد الدريدج لاين، لان فوقيه انا كل الفورس دي عارفها، تحته الفورس كلها قلبت في مين؟ قلبت بقت فانكشن في دي. عشان كده هتلاقيني مقسمهم هنا، جيت عند الدريدج لاين وقمت واقف في الحته دي، كل الفورسز اللي فوق عارفينها ابسوليوت فاليو، لكن اللي تحت دي كل ده كله فانكشن في دي. طيب كويس جدا. وبعدين بعد ما حسبت الفورس بتاعتك تروح تعمل معادله. بتقول ايه المعادله دي؟ جبنا الفورسز اللي موجوده على الحيطه بالمنظر ده، كويس، وعندك الفورسز اللي اسمها اي 1 2 3 4 5 واي ووتر 1 واي ووتر 2، كل دول ليهم فاليو، لكن اي 6 و7 واي ووتر 3 واي 8 واي 9 كلهم فانكشن في الدي. طيب انا هعمل ايه؟ هنيجي نروح الخطوه رقم كام دي؟ الخطوه رقم 6. الخطوه 6 هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نحسب، ناخد سمشن للمومنت حوالين نقطة A بزيرو. فين نقطة A دي؟ اللي هي النقطة بتاعت الأنكر. طب المرة اللي فاتت أنت كنت بتاخد عند O. أه كان عند O لأن هنا ما كانش فيه حد، لكن أنا دلوقتي هاخد عند A علشان أضيع مين؟ أضيع الـ FA ده، مش عايزه دلوقتي. طيب يبقى هناخد المومنت عند نقطة A لكل الفورسز اللي أنت جبتها، كويس، اللي هي النقطة بتاعت الميم بتاعت الأنكر. كويس، وبعدين فنيجي نقول كده سمشن ام اي بزيرو. طيب هناخد السمشن ده ويطلع لك معادله من الدرجه الثالثه بالمنظر ده، اسمها 4.663 دي كيوب ناقص 2
ناقص 25.1 دي سكوير زائد 57.6 دي زائد 327.375 ايكوال 0. طيب انت هتسالني جبتها منين؟ من هنا. كل فورس من اللي انا جبتهم ضربتها في الارم بتاعها لحد نقطه ايه. كل فورس من اللي انا جبتهم ضربتها في الارم بتاعها حوالين نقطه ايه. وافكرك كمان كنا بنقول الفورسز اللي بتلف كده كانت بتبقى بوزيتيف واللي بتلف الناحيه الثانيه نيجاتيف. كويس، يبقى دي قاعده الاشارات بتاعتك اللي انت ماشي عليه. وقلنا كمان ان لازم المعادله بتاعت المومنت اللي انت بتجيبها يطلع هنا ده درجه ثالثه ويطلع ده بالنيجاتيف. كويس، هتحل المعادله دي هيطلع لك الدي بكام؟ هيطلع لك الدي 3.57 متر. طيب بنقرب الرقم ده بعد ما نجيب التي، يبقى التي بتاعتك 1.2 بتوع السيفتي مضروبين في 3.57 يطلعوا لنا 4.28 متر، يبقى تقريبا بكام؟ تقريبا ب 4.50. كويس، يبقى انت متخيل انت دلوقتي انت محتاج 4.5 متر علشان تسند قد ايه؟ علشان تسند متر ونص ومتر ونص عشان تسند 6 متر. المرة اللي فاتت كان عندنا 5 متر وكنا عايزين ننزل لهم 18 متر جوه السويل عشان نسنده، يبقى ده اكيد حل احسن بكتير الانكور فري ده. كويس، يبقى الخطوة الثابتة عملناها ليه؟ عملناها علشان نجيب السيف بنتريشن دبس اللي هو التي. طيب الخطوة السابعة هتعمل ايه؟ الخطوة السابعة عايز تجيب الماكسيمم مومنت. طيب كلام جميل جدا، طب اجيب الماكسيمم مومنت ازاي؟ هتجيب الماكسيمم مومنت لما تعرف تجيب اصلا الاي، الفورس بتاعت الاي. طيب كويس جميل جدا، طب هنعملها ازاي؟ هنيجي نقول الخطوة رقم سبعة، عايزين نجيب اف ايه، الفورس في الانكر. طب الفورس في الانكر تفتكر يعني هنعملها ازاي؟ كلام بسيط جدا، سميشن اف اكس يساوي زيرو، يبقى نعمل سميشن اف اكس للمسألة كلها، سيجما اف اكس المسألة دي كلها ونشوف هيطلع علينا بكام. كويس، فهنيجي نقول سيجما اف اكس المسألة كلها بزيرو، فهيطلع علينا ان الفورس في الانكر تساوي 82.72 كيلو نيوتن. حلو كده، انت جبت الفورس اللي موجودة في الانكر. طيب وبعدين، وبعدين الخطوة رقم 8، لا بقى ورقة دي. تروح تجيب هي فين الزيرو شير، نعمل point of zero شير، زيرو شير. طيب البوينت اوف زيرو شير هنجيبها ازاي؟ هنقول سيجما الاف اكس لكل الفورسز الاكتف والووتر بريشر اللي موجودين فوق الدريدج لاين، ونقارنهم مع مين؟ مع الاف اي اللي انت لسه جايبها اللي هي طالعه ب 82.7. لما عملت انا الحسبه دي لقيت ايه؟ لقيت ان الاف اكس او سميشن اف اكس للاكتف والووتر اكبر من الاف اي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان ايه؟ البوينت اوف زيرو شير موجوده فين؟ زيرو شير موجوده فوق الدريدج لاين. طيب فوق الدريدج لاين تروح تجيبها، طب اجيبها ازاي؟ ترسم مسألتك تاني كده على جنب، سكتش كده كده اهو، وبعدين ادي المية بتاعتك وده الدريدج لاين وهنا المية التانية اهي كده، وبعدين ده السطح الفاصل بين الطبقات وده الاف ايه. كويس، انت دلوقتي خلاص قلت انها فوق الدريدج لاين. طيب فوق الدريدج لاين اقيسه منين؟ اقيسه من سطح ثابت، انا هقيسه من سطح المايه ده واقول دي الزد، يبقى انا بفترض ان ده الدريدج لاين اهو، وانا نقطه الزيرو شير هتطلع لي هنا في الحته دي كده. طيب كويس، وبعدين انت كنت راسم
الشكل بتاعك ده بتاع الاكتيف ايرث بريشر، وراسم برضو الووتر بريشر المنظر ده. بس في الاول كان الووتر بريشر ده والجزء ده كان طالع ابسوليوت فاليو. طب خد اوريك اكتر. بص ده اللي احنا رسمناه عشان نجيب منه الزد. فقلنا ايه زمان كان لحد الدريدج لاين كنت تعرف تجيب قيم الحاجات دي كلها، دلوقتي انت تقدر تجيب قيم الناس اللي فوق سطح الميه ده، الناس اللي فوق سطح الفاصل ده او سطح الميه. ليه؟ لان انت افترضت ان تحت السطح ده انت مش عارف قيمه الزد بكام، مش عارف المسافه قد ايه، وبالتالي انت ما تعرفش قيمه الفورسز اللي اسمهم اي 4 داش واي 5 داش واي ووتر 2 داش. يبقى الفورسز اللي بالداشات دي مش عارفين قيمتها، بقت فانكشن في الزد. قد ايه بقى في الزد؟ يعني دي هتبقى فانكشن في زد، ودي هتبقى فانكشن في زد سكوير، ودي هتبقى فانكشن في زد. طيب من هنا هنروح نعمل معادله جديده. يبقى احنا عندنا مشكله ان اي واحد دي معانا، واي اتنين معانا، واي تلاتة برضو معانا، واي واحد اي ووتر وان معانا. كل اللي انا بعلمك كلام صح، دول ليهم قيم معروفة. ليه؟ لان ليهم ارتفاع اسمه واحد ونص وواحد ونص. لكن هنا الفورسز اللي تحت دي ليهم ارتفاع اسمه زد، فبقت الفورسز اللي تحت اسمهم اي 4 داش واي 5 داش واي ووتر 2 داش. الفورسز اللي بالداشات احنا مش عارفين قيمتهم كام لانهم فانكشن في الزد. كويس جدا. طب الاف ايه معاك؟ ما انا جبتها اللي هي ب 82.7. هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل سمشن اف اكس للمنظر ده، للناس اللي فوق الخط الدوتد ده بيساوي 0. يطلع لي معادله من الدرجه الثانيه اسمها 2.205 زد سكوير زائد 34.81 زد ناقص 13.72 يساوي 0. من هنا يطلع لي الزد بكام؟ 0.385 حلو متر. الرقم ده حلو بقى ولا وحش؟ والله على حسب. المسافه دي اصلا متر ونص، فلو انت كنت طلعت الرقم ده اكبر من متر ونص فده معناه ان الزد نزلت فين؟ نزلت بقت هنا تحت الدريدج لاين. يبقى الفرض اللي انت قلته اصلا اللي انت بتقول ان زيرو شير فوق الدريدج لاين غلط. انا مش عايز اقول لك كده، ده كمان لو ده غلط، لو الفرض اللي انت فرضته ده غلط يبقى الفورس اللي انت جبتها دي غلط، ولو ده طلع غلط يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انت جايب دي غلط، ولو دي طلعت غلط يبقى المساله راحت. فالمساله مش محتاجه غلط، يعني حاول تمشي واحده واحده. طب الزد دي طلعت لي اقل متر ونص، قلت الحمد لله يبقى انا كده تمام، يبقى انا فرضي مظبوط، وان فعلا الزيرو شير خلاص بقت موجوده هنا على بعد قد ايه؟ على بعد 0.385. طيب كويس جدا، جبت الزد، اعمل ايه؟ الخطوه رقم 9 يبقى دي 10، تروح تجيب الماكسيمم مومنت، هات لنا الام ماكسيمم. طيب هتجيب الام ماكسيمم ده موجود فين؟ موجود عند زد ب 0.385 اللي انت لسه جايبها. طيب كل اللي هتعمله هتقف عند نقطة الزد دي وتلم المومنت كله اللي فوق نقطة زد، فانا لميته طلع لي نيجاتيف 149.75 كيلو نيوتن متر برميتر رن. ليه برميتر رن؟ عشان احنا بنحل متر من مسألة. يبقى ده اكبر مومنت جالي، ونيجاتيف ليه؟ انه بيضغط على الحيطة. كويس جميل جدا. طيب كده جبنا الماكسيمم مومنت. عايز كمان؟ عايز اعمل سيلكشن 10. تعال نجيب السكشن بتاع الشيت باي الوول. طيب هنجيبه ازاي بتاع ده؟ كنا بنجيب حاجه اسمها سكشن مودولس، فكنا بنقول ام ماكسيمم على الاف الاول. طيب الراجل ده في المساله دي كان قايل لي ان الاف الاول او القلاوه بالاسترس بتاع الستيل ده كان ب 2000 ميجا باسكال. خلاص بسيطه، يبقى انا هقول المومنت 149.75 واضربه في 100 في 100 عشان احول للملي للنيوتن والملي، وبعدين اقسم على 2000، فيطلعني السكشن مودولس ده 749 سنتيمتر كيوب بالمتر رن.
فانا دخلت في الجدول اللي موجود عندك في الشيت، طلعت ايه؟ طلعت سيكشن اسمه ال في 8. ده السيكشن اللي انا اقدر استخدمه عشان اسند المساله بالمنظر ده. طيب الكلام ده كلام جميل جدا. طيب ايه المشكله بقى دلوقتي؟ انا عمال اقول لك انكر انكر وما سالتنيش الانكر ده عباره عن ايه. تعال نتكلم شويه على الانكر ده، بننفذه ازاي او شكله ايه في الحقيقه. الانكر اللي انت بترمز له بالرمز الهنج ده وبتحط له فورس اللي اسمها اف ايه، ده بيبقى في الحقيقه كده. ده سطح الارض ودي الحيطه اللي انت عايز تنفذها. الانكر ده يبقى حاجه من الاثنين، يا اما يكون استرات كده ويبقى في حيطه تاني قدام ويسند عليها في المنظر ده، ويكون الدريدج لاين هنا. متخيل المنظر؟ في حيطه اهي وحيطه هنا، وانت حاطط بينهم ماسوره دي تيوب، او حاطط بينهم كاميرا حديد. فالكاميرا الحديد دي كانك واقف بين حطين وبتزقهم بايدك، فبتديك الرياكشن اللي اسمه اف ام لو من هنا. او ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون شكله كده. لو انت المسافه دي عندك بعيده قوي فانت مش عارف تحط كاميرا بالمنظر ده، ممكن تعمل حاجه احسن. ان انت تيجي هنا وتحط سيخ حديد كده، ادي سيخ اهو، والسيخ ده في اخره تحقن جراوت. كويس كده؟ بس لحد دلوقتي انت ما مسكتش الحيطه، الحيطه ممكن تتحرك عادي. جاي عند السيخ ده كده وتعمل له ايه؟ وتعمل له بريست ريست، تشده. تشد السيخ ده، فالسيخ ده يبقى فيه ايه؟ فيه تنشن ستريس. اول ما يحصل فيه تنشن ستريس اقفل السيخ. خلاص حط هنا نط هنا كده، حط سموله واربطها كويس. ايه اللي يحصل؟ السيخ ده اللي فيه التنشن ستريس ده عمال يسحب الحيطه عليه بالمنظر ده، فيأثر لك على الحيطه بالفورس اللي اسمه اف اي. كويس. ممكن نعمل بطريقه ثانيه، شكل ثاني. نعمل ايه؟ بالمناسبه انت عليك الديزاين بتاع ده، ده ممكن ناخده المره الجايه مع الانكور فيكسنج. البتاع ده يعني عامل ايه؟ يعني تطلع لنا الفرصة قد ايه اللي انا اقدر اشد بيها اللي هي اسمها اف ايه زي ما طلعنا دلوقتي، ونطلع الجراوت ده قيمته قد ايه ويتحقن لمسافه قد ايه. كويس؟ اللي اسمها ال جراوت، ويبقى منه جزء فري قد ايه اسمه ال اف. ده لسه هنصممه المره الجايه. طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن يبقى سطح الارض كده والحيطه هنا كده، وانا اجي احفر السطح ده واحط بلوك خرسانه. الكونكريت بلوك ده طالع منه سيخ حديد ماسك في مين؟ ماسك في الحيطه كده، وادفن عليه. يبقى انا الاول فتحت حفرت حطيت الكونكريت بلوك، وبعدين حطيت سيخ حديد وربطته مع مين؟ وربطته مع الحيطه. خلاص اتربط. كويس. بعد ما ربطته اردم عليه. ده بيسموه بدل كونكريت بلوك بيسموه ديد مان، جثه المرميه يعني. كويس كده؟ صح. في المواني الكلام ده بالظبط. يبقى انت ممكن تنفذ استرات، او ممكن تحط انكر بالمنظر ده، او ممكن تحط الديد مان. طيب احنا كده خلصنا. المره الجايه هناخد الانكر فيكسد، وبعديها الهيد اكسكافيشن. وفي حاجه ان الاسبوع الجاي في كويز على الكلام ده. كويس.